هنأ وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري منتخبنا الوطني للتايكواندو بتحقيق 6 ميداليات برونزية في البطولة العربية للتايكواندو. وأشاد الجبري بحصيلة اللاعبين في البطولة من الميداليات، خاصة أن هذه هي المشاركة الأولى للمنتخب بعد الإيقاف في ظل تنافس شديد من قبل اللاعبين العرب على الميداليات، إلا أن أبطال الكويت كانوا حاضرين بقوة في البطولة. وأعرب الوزير عن ثقته في أن يقدم اللاعبون أفضل ما لديهم في البطولات والاستحقاقات المقبلة.